مكملين معكم وايضا مستمرين ضمن مساحتنا الطبيه، وحنحكي ضمن هي المساحه عن الام البطن. بالشتويه بناخذ شويه برد، بيقولوا بصير وجع بطن، بنقول اخذ برد، بناخذ نعناع، بناخذ زوفه الى اخره. بالصيف كذلك الامر، بيقولوا المغص كمان بسببه ارتفاع درجات الحراره. هي اقاويل ما بنعرف اليوم الابحاث والدراسات العلميه شو اثبتت منا. اليوم ضيفنا لليوم حيعطينا معلومات اكثر شو هي الام البطن، اسبابها وطرق العلاج. ضيفنا لليوم اكيد الدكتور احمد نسيب عرقسوسي، استشاري جراحه عامه وصدريه تنظيريه. يسعد صباحك حكيم. اهلا وسهلا، صباح خير. هلا يسعد صباحك يا هلا، اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور. أهلا. لما نحكي الام البطن تشخيص واسع وبيتدخل بكثير من الامراض، خلينا هيك نحكي عن الام البطن الدرجه يلي بتكون، واذا فينا نقول ممكن نعرف حسب الدرجه او تموضع الالم نحن لوين رايحين او شو المرض. هلا بشكل عام الام بطن يعني ما في واحد بحياته كلها الا ما فتره من فترات صار معه وجع بطنه. نحن بيهمنا بدون الام بطن نوصف شغلتين: مكان الالم، شده الالم، استمراريه الالم، قديش عم يدل فتره. عرفتوا مكان الالم مثلا عاده مثلا المراق الايمن تحت الخاصره اليمين، مثلا تجي نحن مثلا تفكيرنا نحو امراض الكبد، امراض المعافي، عرفتوا بالسفل مثلا الحفه الحقوقيه ممكن تجي نحو الزايده كبيره. هلا نحن بتفرق عندنا بين انه السن قديش مثلا طفل ولا كبير، وفي عندنا كمان انه بين ذكر وبين انثى. التصنيف الواسع الكبير شلون؟ انه الام بطن جراحيه، الام بطن غير جراحيه، تمام الحديث. هلا عاده مثل ما حكينا بالشتاء مثلا شويه برد كذا شلون، او واحد اكل اكله مثلا ثقيله شوي كذا شلون، فممكن يصير شويه مغص شويه تلبك. هلا الالم اذا مستمر اكثر من فتره شلون، يعني ما حكيت الانسة رشا شلون، اذا مثلا انه والله اخذنا مثلا مياميه زوفا كذا تحسن خلص شغله عافضه. الألم البطن المستمر اكثر من 24 ساعه هذا بيستدعي استشاره طبيه. طبعا نحن بالحكي في عندنا الفحص السري اساسي باي اي مشكله بطن سواء عند الاطفال او عند الصغار. طبعا نحن عندنا الاطفال كتصنيف ل 12 13 سنه بلغ، هذا عند الطفل، فبهيك حاله مثلا لازم يشوف طبيب اطفال استشاره طبيب اطفال هو بيرتب الامور. الفوق ال 12 13 او فوق سن البلوغ شلون بنشوف مثلا طبيب عام، طبيب داخليه، طبيب عام، ممكن طبيب جراح شلون. هلا نحن اطفال معظم الامنا شلون عاده بتكون شلون التهاب اللوزي، بس يعني عندنا التهاب العقد المساريقيه، فبتم احيانا شويه الم شويه وجع شلون، عاده خلال يوم يومين بتراجع ما في مشاكل كثير فيها. طبعا نحن في عندنا منك تحاليل استقصاءات متممه لازم نعمل مثلا ايكو، فحص بول، فحص بول، فحص بواز كذا شلون عند الاطفال. تمام. الالم البطن مثل ما قلت لكم اذا اكثر من 24 ساعه ترافق مع اعراض ثانيه اقياء، حراره زياده كذا شلون، صعبنا يعني نتوسع اكثر حتى نحدد التشخيص هل هو مشكلته جراحيه او غير جراحيه. هلا فوق سن البلوغ بس في عندنا من بين ذكر بين انثى شلون، لانه في عندك الام النسائيه طبعا الام عاده الام الدواء بتعطي الام اكيد تشنجات طبعا حديث، والام احيانا منتصف الدواء فتره الاباضه بتعطي كمان شويه تشنجات بالنسبه للنساء. نفرق انه سبب بولي او غير بولي، بس احيانا رمل حصاه بسيطه بتعمل اوجاع شلون، كمان لها تشخيص معين شلون تعال حديث. وعندهم منك بشكل عام يعني اي تشنجات اي كذا شلون، اكثر من هيك شلون بلش بقى نفكر بقى بالشغلات الثانيه عارف كيف، حسب التوسع. بس الايكو الفحص، فحص البول، فحص الدم اساسي بتشخيص كل سبب بسببه. دكتور احيانا بينصاب الشخص بالتهاب لواز جرثومي، بتنزل بيقولوا نزلت على الامعاء وسببت مشكله بالجهاز الهضمي وسببت ايضا مغص ضمن البطن. اليوم هدول الجرثومه كيف بيتم معالجتها؟ وبتعمل مغص كثير قوي يعني بتشب، يعني اي حدا بيقول لك انا عم حس سكاكين عم تتقطع. ممتاز. نحن اللواز بشكل عام يعني هي مثل بيقولوا يعني العقد اللمفاويه الحارسه للفم عرفتم بالجسم بالبطن، في عندك عقد مسابقيه احيانا التهاب اللواز نفسه بصير عندك شيء موافق اسمه التهاب عقد مصاريقيه شلون، يعني العقد اللي بطاقة المصنع تبع البطن شلون، فبتتضخم بتعطي نفس المشكله تماما شلون. بدك لا كثير مهم جدا الايكو بالحاله شلون حتى يفرق بين انه التهاب زائده او التهاب عقد مصاريقيه شلون. عاده كورس التهاب يعني اذا شخص تاكد التشخيص تماما كورس التهاب يعني خلال ثلاث ايام اربع ايام بتحسن امور بشكل جيد شلون. يعني هي المشكله التشخيص هو يعني فحص سري اساسي وشغلات ثانيه متممه، فحوص متممه، احيانا موصلين حتى نطلب طبقه محور يعني شلون لحد التشخيص. بس 90% من الام بطن عاده يعني هي سليمه شلون خلال فتره يعني يوم يوم بتتراجع بتكون، وما في ما بتحمل افاها اسباب
خطيره واسباب جراحيه. تمام. دكتور ايضا لما نحكي عن الام البطن ما فينا ننسى الالام يلي بترافق السيدات، في الام نسائيه خاصه ممكن تكون، خلينا نحكي اكثر عنهم وعن تدبيرهم، كيف ممكن احنا نتعامل معهم؟ هلا اجمالا بشكل عام السيده وقت الطمس شتون مهما كان شتون بيصير مع شويه الام شتون. هلا عاده يعني بتعرف هي انه بنتدوى كذا شتون، وعاده على السيتا مور كذا بتتحسن امورها شتون. في سيدات لا عندهم شيء اسمه عسر الطمس يعني شلون بصير الوجع فعلا وجع مؤلم يعني وبيكون كثير يعني في سيدات بيضطروا يروحوا على المشفى وياخذوا ابره. هلا قلت لك يعني اطباء نساء يقدروا يحددوا طبيعه هالقصه شلون والعلاج التبعي تبعنا. في كثير شغلات عند الدكتور قليل الجبر يعني من الشغلات الشعبيه من هيك كثير بتخفف هيك شغلات شلون، لكن انت عندك ابنك يعني دائما يعني بس لاول مره على الاقل شلون يتساوى ايكو بهالفتره هي شلون حتى نحدد انه في اسباب ثانيه شلون حتى نقول هذا عصر الطمس. في نسوان في سيدات لا بيساعد ابنك كمان اثناء فتره الاباضه يعني اليوم ال 14 كذا شلون بتلاقي بتحس حراره عاليه شوي صغيره في مغص بسيطه شلون خاصه بالمريض اللي عم يصير في الاباضه شلون. عاده هي شغلات سليمه شلون ويعني اول مره ثانيه خلص تعود السيده انه هي فتره الاباضه عم بتصير معها القصه شلون. عادة يعني مسكن بسيط بيمشي حاله بس مو هو يعني الفكره الاساسيه يعني على الاقل ايكو احد المرات شلون حتى نعرف تماما انه سببنا نحن سبب سليم وانه سبب يحمي اشياء ثانيه. طيب دكتور خلينا نحكي عن شويه اخطاء شائعه او معلومات شائعه. النعنع احنا بنعرف انه هو مهدي للمغص، بس في حال كان في تشنج بالامعاء هل هو محرض لوجع الامعاء؟ هلا عكس العالم ما كلها بتحكي، النعنع انا وقت حكيت انا شو قلت الزوفة ما جيب سيرة النعنع منو؟ النعنع اذا عندك انت الام امعاء خلص 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 معده مريئة شلون؟ بالعكس بتفاقم القصة، أول شيء بنعمله بعد عن النعنع تمام؟ نحن كثير معروف هي القصة إنه وجع هضمي فورا بنروح لكاسة النعنع، بس صرت ملاحظة كذا قصة إنه النعنع عم بيزيد وجع الأمعاء. يمكن الميرامية يمكن الزوفة بتساعد بتهدي التشنج اكثر كذا شلون؟ كمون دكتور شنو؟ كمون عم نحكي هيك شوي طب اعشاب، الكمون كمون كمان في نفخه في كذا بيساعد، بس ما هي يعني كفكره نحن يعني اكيد اهل اول الشيء كانوا يستعملوه كذا اكيد في له فائده واكيد في له يعني اسس معينه شلون، بس كفكره انه مو نحن يعني خلص انه اكيد لا بس انه خلينا نقول شغلات اسعافيه يعني احيانا بالليل بيصير معنا شيء. هلا بالليل هلا بالليل بس في نفخه في كذا كاسه كمون او كاسه يانسون كثير بتساعد وبتهدي. يانسون على فكره بالام الامعاء تشنجات الامعاء كثير كثير مفيد جدا، ومعظم الادويه بيكون فيها يانسون شلون تمام. الزوفة مثل ما حكينا شلون ميغامية كلها شيء جيد شلون، بس نحن اخذنا طبعا ما في بيت ما بيكون فيه مثلا مضاد تشنج الانتسباء او كذا اي شلون حبه مثلا ما فتحنا كذا صعب بدك لازم يعني ناخذ استشاره لشغله قهوه شلون. اما والله نحن ايه كل شيء اعشاب وخلص اوكي، بس مو يعني مو دائما هذا الشيء انه مشي حالنا شلون يعني تمشي بسيطه شلون، بس ما استفدنا لا بدنا نشوف بقى استشاره لحتى نحدد بالضبط شو المشكله وشو الاسباب شلون. ومثل ما قلت لك نحن وقت نحدد مشكله نحدد مشكله، هل هي مثلا مشكله بوليه، مشكله نسائيه، مشكله داخليه شلون؟ طيب حتى الداخليه في شيء جراحي، في شيء غير جراحي مثلا التهاب معرفه ما بينتبك، التهاب زايده ما بتنتبك، صار بدها تداخل ثاني، بس في شغلات ما حكينا شلون؟ يعني مضاد تشنج وعلاج مضبوط حميه صح ممكن تمشيها شلون؟ ما في داعي لشيء ثاني شلون؟ بس نحن يعني اقل شيء نحدد بس السبب لحتى نفهمنا انه احنا وين ماشيين، مو انه بس خذ كمون و لا هلا خذ كمون وخذ نعنع، هي مثل ما قلنا شغلات اسعافيه وبشكل سريع ممكن ناخذها نحن. ومثل ما ذكرت حضرتك حكيم انه نحن نحدد السبب المرض او المنطقه اللي نحن موجوعين منها، والدكتور يكون بمشاركه حكيم، يمكن هي اهم النصائح اليوم المفروض نحن نعتمد عليها. شكرا لك دكتور ولا صباحك ولكل المعلومات، واكيد السلامه والصحه لكل حدا عم بيشوفنا بصباحنا لليوم. شكرا كثير دكتور، يا هلا. شكرا كثير لك دكتور.